الطبيب. مرحلة أولى يتنافس فيها 24 متسابقاً ومتسابقة من خريجي الطب من كل ربوع ليبيا للفوز بمنحة لدراسة تخصص طبي في جامعة من اختيار الرابح. 12 متنافساً منهم سيتأهلون للمرحلة الثانية، وسيتحدون بعضهم لافتكاك مقعد لهم من ضمن 6 مقاعد في المرحلة الثالثة، على أن يصل إلى التصفيات النهائية 3 متأهلين فقط، يعتمد في اختيارهم على تصويت لجنة التحكيم المكونة من عدد من الأطباء الليبيين المتألقين في جميع أنحاء العالم. وفي الحلقة النهائية ستكونون أنتم الحكم، وتصويتكم سيحدد الفائز في النسخة الأولى من أنا الطبيب، بدعم كلي من القطاع الخاص الليبي. أنا الطبيب يتيح للفائز اختيار الجامعة الأجنبية التي يرغب فيها لإتمام اختصاصه. أنا الطبيب، الحلم توا حقيقة. مساء الخير مشاهدينا، مرحبتين بكم وما كنتم تتابعوا فينا في حلقة جديدة من مسابقة أنا الطبيب. زوز أعضاء لجنة التحكيم وزوز متسابقين يتنافسوا متسابقين من أجل الحصول على منحة دراسية وأكمال مسيرتهم التعليمية من خلال مراحل هذه المسابقة. زي ما عودناكم دائما نبدو بعرض لجنة التحكيم الخاصة بنا لليوم، ونبدو بأولى الأسماء في حلقتنا لليوم. دكتور محمد جبريل صالح البوريكي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة بنغازي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي وأستاذ بكلية الطب بجامعة غاريونس، دكتوراه في الطب من جامعة لندن، متحصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة العرب الطبية ببنغازي، زميل الكلية الملكية البريطانية، مدير عام مركز بنغازي الطبي، أمين عام مجلس تخصص الطب العام بمجلس التخصصات الطبية، ورئيس المجلس الطبي للمنطقة الشرقية، أستاذ بالجامعات الليبية في مجال أمراض الكبد. دكتور محمد، مساء الخير دكتور محمد، وشكرا لقبولك الدعوة وحضورك معنا اليوم. مساء الخير لك وللمشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك على الجميع. شكرا، وتوفيق للمتسابقين. شكرا لك دكتور محمد. ثاني الأسماء مشاهدينا الكرام كعضو لجنة التحكيم في حلقتنا لليوم، خلينا نتعرف عليه في هذا التقرير. الدكتور عمر الدريسي، أخصائي جراحة عامة ومناظير، متحصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة بنغازي، وماجستير الجراحة العامة من جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، متحصل على زمالة في الجراحة العامة بجنوب أفريقيا، عضو الكليات الطبية وعضو رابطة الجراحين وعضو اتحاد الجراحين بجنوب أفريقيا، وعضو في هيرنيا انترستد جروب، عضو نقابة الأطباء بجنوب أفريقيا، وعضو بالنقابة العامة للأطباء بليبيا. الدكتور عمر الدريسي مجددا كعضو لجنة التحكيم. دكتور عمر مساء الخير. مساء النور أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمشتركين. شكرا لك على حضورك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك. طيب زي ما تعرفنا مشاهدينا عليه لجنة التحكيم، خلينا نتعرفوا عليه المتسابقين. أحمد عطية من مدينة زليتن، خلينا نشوفه. أنا الطبيب أحمد عطية الزدام، مواليد زيتن 1992، تخرجت من كلية الطب سنة 2019 وأنهيت الامتياز في بداية 2020. يعني كان تقديمي على المنحة مصادفة لما شفت الإعلان في واحدة من صفحات التواصل الاجتماعي. قدمت من باب أنه تجربة جديدة، يعني تجربة الواحد ما حصل شيء يقدم، والأمانة لما قدمت ما كنتش متوقع أنها حيتصلوا بي ويقولوا لي أنك أنت فزت أو ترشحت للنهائيات مع مجموعة حوالي 20 أو 24 طبيب. السبب اللي خلاني أسجل هو أنه ما فيش، يعني ما أعتقدش أنه في أي طبيب أو حديث تخرج من كلية الطب ما يتمناش أنه هو تتاح له فرصة زي هيك أنه يستفيد من خبرات الدول المتقدمة في المجال هذا، المجال الطبي، خصوصا في ظل الظروف اللي تعاني منها البلاد حاليا. يعني
لو ربي سخر والواحد حصل على المنحة واستفاد الاستفادة الكاملة من وراء المنحة هذه، أكيد حتكون يعني بلادي ليبيا وبالأخص مدينة زيتون هي المكان اللي حنمارس فيه أو حنعطي فيه الشيء اللي استفدته وتعلمته من هالمنحة. بإذن الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله ربي ييسر الحال. أول متسابقين معنا اليوم أحمد عطية من مدينة زليتن. أحمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ مصطفى، يومك سعيد إن شاء الله، ومساء الخير لأعضاء ضيوفك أعضاء لجنة التحكيم ولزميلي السابق الآخر ولكل المشاهدين. شكرا لك وحظ موفق إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. ثاني المشاركين مشاهدينا الكرام من مدينة طرابلس معاد تليب، وخلينا نشوفوا هذا التقرير. معاد عبد القادر التليب 30 سنة، طبيب تخدير وعناية فائقة، متزوج، سكن بمنطقة قرقارش، سنة التخرج 15/7/2017، أكملت في المرحلة السريرية. أود الالتحاق بالبرنامج للحصول على المنحة، وإذا حصلت على المنحة ستتجه إلى دولة المملكة المتحدة البريطانية. لماذا التحق بالبرنامج للحصول على المنحة، ولماذا أذهب للدراسة لاستكمال المستوى التعليمي أو العلمي لي؟ لأن الوصول إلى مثل هذه الدولة صعب جدا للتكلفة المالية العالية، وأيضا برنامج الإفادة في الدولة الليبية متوقف. وإذا عدت من هناك سألتحق في مستشفى الخضرة أو الهضبة الخضرة العام الذي يعمل فيه حاليا طبيب تخدير وعناية فائقة. ثاني المتسابقين مدينة طرابلس معاد تليب. معاد شكرا لك على المشاركة وحظ موفق. شكرا لك مصطفى، وكل الشكر لكل الأساتذة المشاركين في لجنة التحكيم، وأيضا تحية لأخوي أحمد فزليطن ولكل مشاهدينا الطبيب. شكرا لك معاد. زي ما عودناكم مشاهدينا الكرام، دائما يبدأ الحديث بالمواجهة بين المتسابق الأول ولجنة التحكيم لإقناعهم بما يملكه من مخزون علمي من خلال الأسئلة الموجهة من لجنة الحكم. حنبدأ اليوم مع المتسابق الأول أحمد عطية من مدينة زليطن، واللي نافس عليه نيل لقب أنا الطبيب. حأبدأ مع الدكتور محمد البركي. دكتور محمد لو كنت في الاستماع، حنبدأ من الآن. أحمد عطية لو كنت تسمع فيا قولي نسمع فيك. أحمد عطية لو كنت في الاستماع. طيب لو كنت تسمع فيا يا أحمد. أنا ما نسمعش فيك، تفضل يا أحمد. تمام الصوت واضح، نسمع فيك. تسمع فيا واضح؟ واضح. طيب 10 دقائق مع لجنة التحكيم بدو من توا، تفضل دكتور محمد البركي. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الخير دكتور محمد، يومك سعيد إن شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله. أوكي، السؤال متاعي يبدأ بال أنت كنت في الإميرجنسي روم وجاك مريض عند الأعراض الآتية اللي هو shortness of breath, his age around 70 years old, non-diabetic and hypertension. He came with the history of shortness of breath, cough, dry cough, fever, as well as that he's very very ill, looks like all his OBS is very an abnormal side. How are you going to approach this patient? And tell me what's your investigation and what's your management and also your diagnosis, if you don't mind. Okay, dry cough, fever, plus? Dry cough, fever, shortness of breath. Mm-hmm. It's very, very short of breath. And his oxygen saturations, you talk about, go back to the history, he's diabetic, type 2 diabetes, hypertension, as well that his oxygen saturation is very low. And the nurse came and told you that he's very ill. How are you going to approach him? Yeah, first of all, we consider that this case an emergency because the presentation or the clinical status li huwa kanat no looks very ill. If we consider that
this presentation now يعني في مثل هالفترة هي اللي فيها كورونا وكذا ف sign of fever or shortness of breath could be أن يكون يعني COVID, case of COVID or first of all يعني هذا differential diagnosis بتاعي عشان أنا how to deal with him. أول حاجة حن secure the airways, حنشوف ال check the vitals بتاعتها, the pulse, the heart rate, أو the pulse, the respiratory, the saturation بتاعها, تمام. I will try to stabilize the patient. إنه يعني stabilize him إذا كان. How are you going to stabilize him? Obscure the airway. يعني شو check إذا فيه يعني. Airway is intact at this stage. Intact. Okay. Check the BP. Check his his blood pressure. I'd like to check his blood pressure. High BP could be any sign of stroke or something like that. The fever could be indicate إنه هو حصل infection أو عنده infectious disease أو زي ما حكيت لك على موضوع الكورونا في الأيام هذه. فحناخد احتياطاتي في التعامل معه. حنشوف حاول تستثمر الوقت أحمد. حاول تستثمر الوقت دكتور محمد. هل الإجابة كافية؟ ما زال ما كملش. طيب أحمد لو عندك رغبة خلينا نمشي للسؤال الثاني. ممكن نمشي للسؤال الثاني. تمام. طيب نمشي للدكتور عمر. دكتور عمر ليك الحقية في إنك أنت تسأل أحمد عطية من مدينة زليطن. نذكركم مشاهدينا الكرام أن المتسابق الثاني يشوف في الصورة بس مش قاعد يسمع في أي صوت من هذه الأسئلة، وهذا من مبدأ التكافؤ في الفرص بين المتسابقين. دكتور عمر تفضل. تمام شكرا أستاذ مصطفى. دكتور أحمد. نعم دكتور محمد أو دكتور أحمد معي ولا؟ نعم دكتور أحمد. you are on call in the casualty and you are receiving a 25-year-old male who was an unrestrained driver. He was ejected from the car and he's being brought to you with a low GCS. And what are the indication for a CT scan? سؤال بالعربي. سواق لم يستخدم حزام الأمان. قذف من السيارة أثناء حادث سيارة. جابوه إلى المستشفى. إدراكه للوعي ضعيف. السؤال أم تدير له صورة مقطعية للدماغ؟ تفضل. هي اللو جي سي اس هذه واحدة من الإنديكيشن للسي تي سكان. جود. هذه واحدة من الإنديكيشن. بلس إنه إذا فيه تروما يعني فيزبل تروما للهيد. CT brain or CT in general? No, we do CT brain here. You are thinking about traumatic brain injury, and I need the indications for a CT scan for the brain in general. So low GCS, pupil sluggish reacting blue pupil or reactive pupil. إذا في if there is obvious أو deep trauma to the head يعني obvious trauma. Okay. Deep wound, okay أحمد. Something like that. أحمد. Okay. What are the components of the GCS? The eye, the eye response, the verbal response plus the motor response. 4, 5, 6. Okay. Tell me what are the classification of traumatic brain injury? Classification of traumatic brain injury. Mm.
Exactly, I don't know, but I think it's fine. If you don't know, say be safe. Be safe. See, I don't know. I don't know exactly. Okay, good. Mm-hmm. You have a patient who's got a burn, who's got a 30% hot water burn. Right? 30%. Okay. Yes, 30% hot water burn. What are the criteria? What are the formula are you going to use to calculate the amount of fluid administration? Parkland formula. Good. Okay. I'm happy, Dr. Mohammed. طيب نمشي للدكتور دكتور محمد. أحمد. تفضل يا دكتور. دكتور أحمد. انت في ما زلنا في 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 الامرجنسي روم او في الكاجوالتي تسمع فيها عند البيشنت 50 مريض عمره 50 سنه جاك بألم في الصدر chest pain how you going to approach the chest pain or how go to manage the chest pain Chest pain, differential diagnosis, patient عمره 50 سنة, chest pain, أول شيء, I have to exclude coronary heart disease, MI or acute coronary syndrome. ECG. Okay, right. And ECG showed that there is inferior anterior lead changes in V1, V2, V3. There is ST elevation. Mm-hmm. Inferior MI. No, that's anterior MI. Chest lead. 2-3. Okay. So? How are we going to treat the patient? Crushed aspirin, 300 milligram. Plus, maybe I can give him GTNs to decrease the GTN. What? Yes, you're right. You give him aspirin. Give him GTN. Yes, what? GTN. Then. I'll send him to cardiology, or I'll call before you send him to cardiology. What you'll do to him for chest pain? What do you give him for chest pain? He's a lot of chest pain. You haven't treated Anesthesia. Chest pain yet. Did you give him some morphine or not for the pain? Yeah. Strong analgesia. Mm-hmm. واضح الإجابة دكتور. واضح تمام كملنا العشرة دقائق كملنا العشرة دقائق مع الدكتور أحمد كملنا العشرة دقائق في المواجهة بين الدكتور أحمد وعضوي لجنة التحكيم مشاهدينا فاصل وبعد الفاصل المتسابق الثاني من مدينة طرابلس معادة تليب ومدى قدرتها على إقناع لجنة التحكيم نذكركم أن في الجزء الأول المتسابق الثاني لا يسمع هذه الأسئلة وهذا مبدأ خصوصية والتكافؤ في الفرص بين المتسابقين فاصل ونرجع نكمل هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية
رجعنا معكم مشاهدينا وما زال الإثارة والتشويق والمنافسة عليه أشدها بين زوز متسابقين أحمد عطية من مدينة زليطن ومعاد تليب من مدينة طرابلس للمنافسة للمرحلة المقبلة والحصول على لقب أنا الطبيب في نسخته الأولى. أبدأ مع المتسابق الثاني معاد. معاد لو كنت تسمع فيا حيبدأ فترة حضورك مع لجنة التحكيم، لو كنت تسمع فيا قول لي أوكي. اسمح فيك. تمام. طيب 10 دقائق فرصة بالنسبة لك معاد مع لجنة التحكيم، العشرة دقائق بدت من الآن، السؤال حيكون لك من الدكتور عمر الدريسي، دكتور عمر تفضل. شكرا أستاذ مصطفى، دكتور معاد. أهلا وسهلا بك كرام. أهلا وسهلا بك. I'm gonna give you a case scenario and I'm gonna ask you some questions. You have a 25-year-old male who was unrestrained driver. He was involved in a car accident and he was ejected from the car. He was brought to you with a low GCS. Now my question, what are the indications for CT scan of the brain in general? Indication for CT scan, can the patient comatose it for assist any hematoma or brain damage? Just for assessment for a patient. Do you know any other indications? CT being done in the thoracic abdomen for pneumothorax. Listen to the question. The question about the indication for CT brain in a car accident. Okay, CT brain for the candidate GS low 7. إذا كان في convulsion, patient comatose for intubated. Okay, what are the components of the GCS? GCS three part. Part one about for the patient listen for stimulation open eye or not. Patient stimulated the brain or not. البيشنت ستيميوليتد للفيربال كومنت اور نوت نقسمه فيها من 0 ل 15 اكوردنج للستيميوليشن اللي استخدمناه. اوكي جود. ناو ذا اذر كويستشن، وات ار ذا كلاسيفيكيشن اوف تروماتيك برين انجري؟ كلاسيفيكيشن فور according for brain damage هل هو according لل damage هل tissue or bone component fracture or not. Not understand for what the classification. Okay, so then so those classification actually guides you in the management. So which patient needs an urgent investigation like a CT scan admission or not. Okay. For sure, according to the Glasgow Coma Scale, about هل يحتاج إلى CT or not, هل هو comatose or not, the CT is necessary for هل محتاج البيشن هذا هل متوقع أن يكون فيه hematoma or not بعد ال examination for eye and traumatic. It's fine. دكتور عمر. دكتور عمر بشكل سريع جدا السؤال باللغة العربية وين كان السيناريو اللي شن كان يحكي؟ السؤال كان نفس سؤال أحمد عطية، عبارة عن أن شاب يقود في سيارة لم يستخدم حزام الأمان، تعرض إلى حادث، السيارة طلعت برا يعني قذف خارج السيارة. فلما جاء المريض جاء ب اللي هو الأويرنس يعني إدراكه ضئيل. السؤال أم تدير الصورة المقطعية؟ نعم نعم نعم. طيب واضح. نعم. ننتقل للدكتور محمد البوركي. دكتور محمد تفضل. دكتور معاذ كيف حالك؟ دكتور معاد عنده مشكلة في السكايب، الصورة تطلع وتختفي. انتبهتوا الصورة للحظات، خلينا نتمكنوا من العشرة دقائق، وهذه ممكن ننحوها من العشرة دقائق، نحاول نعطوا الفرصة كاملة، هذه الثواني نحسبوها ونعطوها بشكل كامل للمتسابق. وإذا قاعدين زي ما نقول نقولوا من مبدأ التكافؤ. معاد لو جاهز تفضل دكتور. جاهز تفضل دكتور. تفضل دكتور. دكتور معاد أنت كنت في الإمرجنسي ديبارتمنت في مستشفى الخضراء، أو جاك مريض عمره 70 سنة
هو معروف انه هو تايب 2 diabetes and he came with a history of shortness of breath, fever, dry cough, and he slightly hallucinated. And so the nurse done the first observation. I told you the patient is very, very hypoxic. How are you going to approach this patient? First line, clear history, clear examination, pre-oxygenation patient, because it's the hypoxia cause of the arrested, respiratory arrest cause cardiac arrest, and send investigation and CBC or blood glucose and ECG. Anything else you do? You are an yes. Anesthetist according to you are anesthetist, so you have to tell me something. بالنسبة للهايبوكسيا إذا كان يحتاج intubated can you intubate? Before you do intubation, what you can do? Okay, I'll tell you. Blood gas. طيب عود لي سؤال دكتور. For sure. Send the blood gases, ABG. Yes. معاد عنده اشكاليه طيب تفضل يا معاد تفضل سنت اي بي جي اي نيد فور سي سي او 2 اند هايبوكسيا ليفل اوف ذا اوكسجين ساتوريشن البي اتش البايكار تو اسسمنت للبيشن ما بيكون حتى دي كي اي ان هو هيستوري عنده دايابيتس ميليتس دكتور محمد what's your diagnosis I'm don't have diagnosis without any investigation but maybe يكون chest infection severe chest infection maybe يكون stroke hypoglycemia دكتور محمد السؤال باللغه العربيه بشكل سريع جدا نستثمر 10 دقائق مريض عمره 70 سنه عنده معروف عنده مرض السكر جاي باعراض حرارة سعال جاف عنده ضيق شديد جدا في التنفس طبعا طلبت من الدكتور معاذ ما هي التشخيص اللي او كيف يصل الى تشخيص المرض طبعا الدكتور معاذ قال هو ممكن يكون عنده التهاب في الصدر او ممكن يكون عنده هبوط في السكر طيب. لحد الان ما اعطينيش التشخيص ولما زلت نطلب من الدكتور معاذ انه يفكر كويس في التشخيص ويقول لي التشخيص. تفضل يا معاذ. ممكن دكتور بس تعود لي الداتا على السريع باش ممكن اعطيك دايجنوستس اكيد يعني. Listen, shortness of breath, fever, dry cough, slight hallucination. He's very hypoxic. And he's 70 years old. DKA. No, it's not DKA. طيب نكتفي. What's happening in the world these days? ماذا يحدث في العالم الآن؟ كورونا، فيروس كورونا. Yes. Yes. Okay. First thing you have to think about the COVID, COVID-19. COVID-19. So how you treat the COVID-19? Isolated patient transfer to the isolated coronavirus. What do you do for yourself and your colleague first? First colleague. For yourself. Yourself number one. Yourself number one. Pre-oxygenation, good oxygenation, reassure the patients. Just. Did you do PPI for yourself or not? The protection for yourself. Wearing mask, wearing gloves. For sure, في الكاجواليتي اكيد بتكون for PPE. But you have ما انت ما قلتش الكلام هذا. اوكي. الغلطة بورطة زي ما يقولوا. نمشوا للدكتور الدكتور عمر. دكتور عمر معاد وحل في 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 سؤال. في وسط الجائحة معناها سؤال في مكانها. العامة ممكن تجاوبها تفضل دكتور
معاذ عندك حالة جابوها لك هي بنسبة حروق 30% نتيجة تعرض لمية ساخنة. تمام، سؤالي لك what are the formula you're going to use to calculate the amount of fluid to be given for this patient? Beringer lactate. No. What are the formula's name? Formula's name for what? To calculate the amount of fluids you're going to give for this patient. Okay. This patient for about على الويت متاعه. الويت أول 10 كيلو تضربهم في 4، الثاني 10 كيلو تضربهم في 2، الباقي الويت تضربه في 1، بيطلع لك النص بتاعه. بتاخذ الويت هذا تضربه في 30% النص اللي أنت متوقعها. Okay, so what you told me, it's the amount of the fluid maintenance for the normal patients. بشكل سريع معاد أقل من دقيقة. Yes, بشكل سريع. We're using a certain formula. For those patients, do you know the name of this formula? Ringer lactate formula. Okay, it's fine. You're right. Okay, it's fine. Come on. Another question. I think I'm going to ask him one more question, just to compensate. What kind of muscle relaxant you're going to give for this patient if he mandate intubation? في أقل من دقيقة معاذ. إذا كانت الحروق جديدة ممكن تعطي أي مصدر لكسن طبي، لكن إذا كانت الحروق تجاوزت الـ 24 ساعة الأولى ما عادش تقدر تعطي السكولين اللي هو الدوبلرايزنج، لكن نفضل مصدر لكسن الروكورونيوم والروزيكورونيوم اللي هم الدوبلرايزنج. واضح دكتور. أوكي شكرا. واضح. طيب العشر دقائق مع المشترك الثاني معاد تليب من مدينة طرابلس كملوا زي ما كملوا العشر دقائق الأولى اللي كانت مع المتسابق أحمد عطية من زليطن. بعد الفاصل المشتركين الاثنين حيتواجهوا معايا أنا، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية رجعنا معكم مشاهدينا وجدت الفقرة اللي نستنوا فيها كلنا، هي فقرة معلومات عامة طبية نختبروا بها ذكاء وقدرة واستجابة المشاركين معنا، وأيضا لإيصال الصورة للمشاهدين من خلال هذه المعلومات البسيطة اللي ممكن تنقذ حياة الكثير، وهذه رسالة أخرى من رسائل البرنامج. حنبدأ مع أول متسابق، حنبدأ مع أحمد عطية من مدينة زليطن ونوجه له 10 أسئلة طبية عامة جدا ونشوفوا مدى قدرته على الاستجابة لهذه الأسئلة اللي حنقولها له الآن. أحمد لو كنت في الاستماع. تمام. طيب أحمد لو جاهز قول لي جاهز نبدأ معك على طول. جاهز. طيب السؤال الأول، كم يساوي وزن الجلد في الإنسان بالنسبة لوزنه كاملا بالنسبة المئوية؟ ما تعرفش قول باص. باص. تمام. ما هو العنصر الرئيسي في مواد التخدير؟ بمعنى؟ العنصر الرئيسي في مواد التخدير، المادة الرئيسية في التخدير في عملية التخدير. ما تعرفش قول باص. أوكي. ما هو المرض الذي يهلك نصف سكان أوروبا في القرن الحادي عشر؟ مرض مشهور جدا. عون. تمام. ما أصل كلمة الروماتيزم؟ الروماتيزم. باس. تمام. أين يحدث هضم الكربوهيدرات؟ كبد. أين يحدث هضم البروتينات؟ معدة. تا
تمام. أين يحدث هضم الدهون؟ باس. تمام. ما هو المصطلح الذي يطلق على فقدان الذاكرة؟ مصطلح العلمي. ديمنشيا. عود لي. ديمنشيا. أوكي. ما وظيفة كريات الدم الحمراء؟ سريع جدا، بتعرف تقول باص. شنو وظيفتها كريات الدم الحمراء؟ شو تدير؟ نقل الغازات في الدم. نقل؟ مسؤول عن نقل الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. أوكي تمام. كم يبلغ كمية العرق الذي يفرزها الجسم؟ تقريبيا. باللتر كم؟ يلا أحمد. باس. أوكي باس. تمام. نرجع لك الإجابات سريعة أحمد. كم يساوي وزن الجلد في الإنسان بالنسبة لوزنه كاملا؟ يساوي 16% من وزنه. ما هو العنصر الرئيسي في مواد التخدير؟ هو الكحول، الكول. ما هو المرض الذي أهلك نصف سكان أوروبا في القرن 11؟ هو مرض الطاعون. ما هي أصل كلمة الروماتيزم؟ أصلها يوناني، أصلها لاتيني عفوا الكلمة. أين يحدث هضم الكربوهيدرات؟ يحدث في الفم. وأين يحدث هضم البروتينات؟ يحدث في المعدة. أما أين يحدث هضم الدهون؟ فهو يحدث في الاثنى عشر. ما هو المصطلح الذي يطلق على فقدان الذاكرة؟ هو أميبا. أميبا هو المصطلح العلمي. أيضا كم يبلغ كمية العرق التي يفرزها الجسم؟ يفرز لتر واحد. لتر واحد. عموما الدرجات هي كانت درجة درجتين من أصل عشر نقاط. نمشي للمشترك الآخر مشاهدينا الكرام. أنا شخصيا نحب الفقرة هي لأن في معلومات، لأنني لست بطبيب، ولكن في معلومات كانت غايبة علينا بشكل كبير هلبا. نمشي لمعاد. طيب معاد لو تسمع فينا تكون جاهز تقول لي أنا جاهز. وينك معاد؟ جاهز مصطفى. جاهز مصطفى. طيب عشر أسئلة جاوبني عليهم بشكل سريع، ما تعرفش قول باص. ما هي فصيلة الدم، الفصيلة الدم التي تقبل أي فصيلة أخرى؟ فصيلة التي تقبل أي فصيلة أخرى؟ الأونيجيتيف. بصوت عالي، بصوت عالي ما سمعتكش. في الأو سالبة. الأو سالبة. تمام. ما هو لون العيون الأكثر حساسية للضوء؟ اكتب لعفوا اللي تستقبل كل الفصائل اللي هي الاي بي، الاي بي موجبه الاكثر حساسيه. للسؤال الثاني اللي بعده، ما هو لون العيون الاكثر حساسيه للضوء؟ الاخضر. تمام. ما هو معدل النبض عند الانسان العادي؟ معدل نبض القلب 75. اعطيني من وين لوين بالضبط؟ من 70% والافرج المتوسط 75. تمام. ما الاسم العلمي لفيروس نقص المناعه؟ HIV. يو الإيدز. تمام. ليدز. كم عدد خلايا جسم الإنسان؟ بالملايين. 10. تمام. رقم بالضبط لكن بالملايين. كم يوجد صمام للقلب؟ صمام. 4 صمامات. 4. ما هو الفيتامين الذي يساعد على تقوية النظر؟ فيتامين أي. تمام. كم عدد عظمات القفص الصدري؟ 12 زوجيات اللي هم 4. تمام. ما وظيفة الكلية في الجسم؟ تصفية البول أو المواد السامة. تمام. ما وظيفة الطحال في الجسم؟ الطحال يعتبر واحد من مخازن تصنيع الدم الRBC. عاود لي ما سمعتكش. الطحال مخزن الRBC كريات الدم. تمام. نرجع معك الإجابات في ساعة. في ساعة معاد ذاكرتك كانت في حدود المعقول. ما هي فصيلة الدم التي تقبل أي فصيلة أخرى؟ هي البي. البي تقبل أي فصيلة أخرى. كانت إجابتك خاطئة. ما هو لون العيون الأكثر حساسية للضوء؟ اللون الأزرق. إجابة صح. ما هو معدل النبض عند الإنسان الطبيعي؟ هو من 70 لـ 72 النبض الطبيعي لجسم الإنسان. ما الاسم العلمي لفيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز؟ كم عدد خلايا جسم الإنسان؟ 32 مليار خلية. كم عدد الصمامات في القلب؟ 4 صمامات. ما هو الفيتامين الذي يساعد على تقوية النظر؟ هو فيتامين A. كم عدد عظمات القفص الصدري؟ 12 في كل جهة، 24 عظمة في القفص الصدري. ما وظيفة الكلية في الجسم؟ تنقية الجسم من السموم وتنظيم كمية السكر والماء في الدم.
نعمة كبيرة، هذه النعمة من نعم الله في جسم الإنسان. ما وظيفة الطحال في الجسم؟ تكوين كريات الدم الحمراء، وإجابتك كانت صحيحة. مجموع الإجابات الصحيحة 5-6 إجابات صحيحة من 10 إجابات. الفكرة من هذه هذه المساحة هي أن احنا نعرف أكثر معلومات طبية عامة قد يدركها البعض وقد لا يدركها البعض، ولكن نشط بها الذاكرة سواء المتسابقين أو لنا احنا أو حتى للمشاهدين. نمشي مشاهدين الكرام لآخر المراحل وآخر المحطات، وهي مرحلة الإعلان على اسم الفائز في هذه الحلقة أو المتأهل للمرحلة المقبلة من أنا الطبيب. المتسابقين الاثنين اللي معاي اليوم، محمد عطية من مدينة زليطن، والمتسابق الآخر معاد تليب من مدينة طرابلس، أما عضوي لجنة التحكيم الدكتور محمد البركي والدكتور عمر الدرسي. حنبدأ بالدكتور محمد البركي. دكتور محمد، بنسبة مئوية لمن تعطي صوتك؟ لأحمد عطية. أحمد عطية، قداش في المية؟ والله مش نسبة عالية، أعطيتها لحظة بس. أحمد عطية خذ معي 27%. 27%. 27%. ومعاد؟ معاد خذي 25%. 25%. طيب، قبل ما نمشي للدكتور عمر، دكتور عمر، الناس كانت تسأل على الأسئلة وين كانت، في أي اتجاه؟ ممكن توضح لي وتوضح للمشاهدين اتجاه الأسئلة وين كان بالضبط؟ شكرا أستاذ مصطفى. بالنسبة لي كانت الأسئلة تصب في خانة الشيء اللي نشوفه فيه دائما، واللي بعض الأطباء غالبا يستهينوا به، وهو أمتى تقول أن المريض هذا يستحق صورة مقطعية؟ لأن غالبا يجيك المريض بحادث أو خبط رأسه أو متعرض لإصابة ما، ويجي يقول لك أنا كويس، أنا أموري تمام، أنا قاعد أتكلم. فيقعد بمجرد ساعتين 3 ساعات وبعدين يطيح المريض قدام هلا وبعدين يموت. تمام؟ فالناس مفروض ما تستهينش إذا كان هو خبط رأسه في نتيجة أي إصابة. إذا كان عنده أعراض معينة كيف الترجيع وفقد الوعي أو في جرح كبير في الـ في الـ في الـ طيب. في الرأس، لازم يتجه إلى المستشفى لعمل صورة مقطعية. تمام؟ هذا بالنسبة لسؤالي. السؤال الثاني كان عن الحروق، كان على طريقة معينة في كيفية أداء أو في كيفية إعطاء المحاليل لتفادي أي إصابات أو أي أضرار جانبية تحدث نتيجة الحروق. طيب. ومن ضمنها أهم شيء هو الفشل الكلوي. بالنسبة للدكتور محمد ممكن يعقب على الأسئلة اللي وسأل. طيب، خليني نوصل للتقييم. دكتور عمر، الدكتور نعم. محمد 27% نعم. لأحمد عطية و 25% معاد تليب. الآن نعم. الخيار ليك. نعم. فضل. نعم. نتيجتي مش هتكون بعيدة على الدكتور محمد. لأن الأداء ما كانش مبهر، يعني ما كانش يعني يخلينا نعطوا درجات كثيرة. لكن أنضم صوتي لصوت دكتور محمد إلى دكتور أحمد بنتيجة 30%. تمام؟ وبالنسبة للدكتور معاذ أعطيته أنا 27%. نسبة متقاربة، حتى لو كانت نتيجتها مش كبيرة هلبة بنسبة مئوية. نعم. سمعنا قبل في السابق 70% وال45 و55%، الآن نسمعه في 30%. نعطي الكلمة لمعاذ. معاذ، هارد لك، حظ موفق. شن حاب تقول معاذ؟ في بداية تحية لك مصطفى ولفريق أنا الطبيب وراء الكواليس المخرج والشباب كعامة، أيضا تحية لأحمد وتحية لكل الدكاترة والأساتذة البروفيسورية في لجنة التحكيم، ونتمنى أن تكون هذه البادرة ليست الأخيرة، ونشوف أطبائنا في مصاف الدول المتقدمة ورؤساء أقسام في الخارج إن شاء الله. طيب أحمد، ألف مبروك ترشح للمرحلة المقبلة من أنا الطبيب. شنو حاب تقول؟ الله يبارك فيك، ولو أني مش زي ما قالوا الأطباء أعضاء لجنة التحكيم أنه الأداء ما كانش مبهر، أنا كذا يعني ما كنتش
وراضي كل الرضا عن أدائي على الأقل. ولكن الله يبارك فيك وحظ سعيد لزميلي الدكتور معاذ وفرصة سعيدة التعرف على حضرتك أستاذ مصطفى وعلى طاقم البرنامج بالكامل. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وإن شاء الله ربي ييسر الحال. شكرا لك دكتور محمد البركي. السؤال وين كانت الأسئلة بالضبط وشن تقييمك للنسب؟ هل تتفق مع الدكتور عمر؟ وأنا شفت نتائجكم متقاربة، حتى التصويت كان 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 متقارب، الأداء ربما كان هيك قيمته أنتم، شو رأيك دكتور؟ والله أنا لا أختلف كثيرا مع الدكتور عمر، وكان تقييم سبقني بالتقييم. الأسئلة بتاعتنا كانت أسئلة بسيطة جدا، ما هي أسئلة عامة الناس ممكن تجاوبها. سألت سؤالين، وسؤال فيما يخص اللي هو الكوفيد 19 أو جائحة الكورونا اللي هي غازية العالم. طبعا دكتور أحمد توصل للتشخيص وتوصل وأعطاني فكرة على العلاج، دكتور معاذ لم يوفق لذلك طبعا. وأنا كان مهم جدا أن لا نترك الأمور للصدف، وخصوصا كانت أن كطبيب رقم واحد تحمي نفسك تحمي زملائك بعدين تحمي المريض والجماعة، طبعا هذه مهمة جدا لا نتركها للصدف. والعالم هناك حقيقة، هناك مرض لا يجب أن نتغاضى عنه، فكطبيب مفروض نعرف ما هو دورنا فيه. والسؤال الثاني كان هو سؤال عام فيما يخص اللي هو الذبحة الصدرية، وما كانش فيه طبعا أحمد كان موفق فيه، ما حصلتش فرصة لنا سأل الدكتور معاذ فيه، ولكن سألته على حاجة مقاربة لي. ولكن إجمالا هي هذه كان تركيزنا على هالمعضلة اللي هي موجودة حاليا، ومسألة تثقيف الناس أنهم كيف والدكاترة أنهم كيف يأخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب هذه الجانحة، وقانا الله وإياكم جميعا. اللهم أمين. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، حبينا نوضح الصورة كما هي. عموما مشاهدينا، أحمد عطية للجولة الثانية من أنا الطبيب أمام معاد تليب، هارد لك وحظ موفق. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم لختام هذه المواجهة وأي أحد مواجهات أنا الطبيب. شكرا للزملاء في الكنترول ووراء الكاميرات، حتى الملتقى في أمان الله.